هو انت محتاج دعم، خاصة انت كمان انت يعني ما شاء الله الفريق بيحقق انجازات على ارض الواقع. بالظبط، انت محتاج دعم، لو احتاجتك دعم محتاج في يعني في حاجات محددة جدا. بس مفيش اكتر من كده يعني. متابع احمد ياسر ريان طبعا؟ اه طبعا. اخبار احمد ياسر ريان ايه؟ ربنا يوفقه ومشيته ماشي بشكل كويس. اه طبعا جدا، وهو عشان كده طلعه ان هو كان احمد عايز يلعب عشان الاولمبياد، وعينه ان هو عايز يكون في الملعب يعني. فبلغناه، حتى انا كنت فات معاه قبل ما يعني قبل ما يرجع من الاعاره، قلت له احمد انت لو ما لعبتش معانا طلعك شهر واحد تطلع اعاره في مكان بره عشان تأدي بشكل كويس. واحمد مش كويس قوي ما شاء الله عليه. طيب اخيرا، طاهر محمد طاهر من الصفقات المهمه جدا، من الاضافات القويه للنادي الاهلي. يعني كواليس طاهر يعني تمسكه كان عايز يحترف، لا ده تمسك بالنادي الاهلي جه. طاهر كنا عايزينه من السنه اللي فاتت واتكلمنا معاه بس ما حصلش نصيب يعني، ما خلصتش معاك من السنه اللي فاتت. بالظبط. اه نفس الكلام برضو تبع الناس السنه دي، هو اتصاب في النص شويه مع المقاولين. بس احنا واثقين فيه جدا ان هو لعيب كويس وشخصيه كويسه وشخصيه الاهلي يعني، فعارفين كنا واثقين فيه جدا ان هو حتى لو اتصاب هيرجع بنفس اداؤه القديم، وده اللي حصل فعلا. وطاهر لا، انت اتعاملت معاه برضو في قطر حاجه جميله، حاجة جميل حاجه جميل. جميله طاهر، شخصيه محترمه جدا، وبرضو الفتره الجايه ان شاء الله يكون ليه مستقبل كويس مع النادي الاهلي.